الحديث أكثر معنا عبر الهاتف الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فائقة السيد. أهلا بك يا أستاذة فائقة. أهلا أهلا، مساء الخير مساء الأنوار. وجمعة طيبة مباركة. وطبعا نحن نلتقي اليوم في رحاب جميل. هذه الذكرى المؤلمة أستاذة فائقة السيد، اليوم 11 سنة مرت على تلك الجريمة التي وصفتها الأمم المتحدة حينها بأنها جريمة إرهابية وجريمة العصر، إلا أن العدالة حتى اللحظة ما تزال غائبة أو لنقل مغيبة. اليوم يسأل أهل الضحايا متى ينال الجناة عقابهم؟ أولا طبعا أقول أنه نحن نلتقي في رحاب ذكرى مؤلمة جدا 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 في يوم عصفت فيه القوى العبثية، ليس بالمؤتمر الشعبي العام وليس برئيس المؤتمر الشعبي العام ومؤسسي ورئيس الدولة والقائد، ولكن عصفت بشعب وأوصلته إلى ما هو عليه اليوم. نحن اليوم تحت البند السابع، كل ده من مخرجات أحداث 2011 التي كانت باكورة الانطلاقة الأكبر سيئة، هي جمعة رجب وتفجير جامع دار الرئاسة واستهداف السلطة السياسية والتنفيذية بكامل قوامها في هذا الجامع وفي هذا اليوم. يومها أستاذة فائقة السيد، أنت كنت قريبة من ربما الأحداث أكثر، في نظرك خروج خطاب الزعيم حينها وعبارته الشهيرة إذا أنتم بخير فأنا بخير، كيف غيرت ربما من احتقان الشارع الحاصل حينها والمخاوف كانت تصب بأن البلد ذاهبة لا محالة نحو حرب أهلية؟ الشيء الطبيعي في بلد يكثر فيها السلاح ويتوفر لدى كل، يعني تقريبا في كل بيت هناك سلاح، ان 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 تفرز او تقودنا احداث من هذا النوع الى اقتتال اهلي، لكن حكمه الزعيم احالت دون ذلك ومنعت ذلك واعطت التوجيهات لنائبه حينها بالتحرك الى مقر القياده والحيلوله دون حدود اي رد فعل عسكري، وتوجيه قائد الحرس الجمهوري الذي هو ابنه اكملي احمد علي عبد الله صالح بعدم التحرك او الـ الـ او اتخاذ ردود افعال عسكريه تقود البلاد الى 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 مطاحنه دمويه. طبعا بالمقابل في ساحه ما تسمى بساحه التغيير، بالشباب الضائع، الشباب اصحاب الصدور العاريه الذين هم الى اليوم يدفعوا الثمن، مش بس هم ولا نحن فقط ولكن كل الشعب يدفع ثمن هذه المواقف العبثيه التدميريه. كان خطيب ساحه التغرير او التغيير او سميها ما شئت، كان يهتف في الوقت الذي كان يهتف ويقول بشرى ساره عندما بان هناك في انفجار في دار الرئاسه، سعيد وفرحان، كان الزعيم رسالته اذا انتم بخير ونحن بخير، وهنا الفرق يكمن في الشعور بالمسؤوليه وفي الحفاظ على الوطن وعلى المواطن وعلى الإنسان الذي هو الآن أكبر متضرر، والذي يبكو علي عبد الله صالح ويبكو السلطة ويبكو النظام ليل بنهار لأنهم فقدوا كل مصالحهم. إيش مصلحة الإنسان؟ إيش مصلحة المواطن؟ مصلحته حياة آمنة، مصلحته مدرسة، مصلحته مستشفى، مصلحته راتب ينصرف تاريخ 25 من كل شهر، مصلحته علبة زبادي ب25 ريال، مصلحته
يعني سنتكلم كثيرا كثيرا ولن جميل أستاذة نتكلم فائقة، كامل. لأن الوقت فقط ضيق، الإفراج عن متورطين اليوم ما الذي يمثله الإفراج عن متورطين ومقايضتهم بأسرى حرب وما إلى ذلك؟ لا هذه صفقة سيئة الصيت وسيئة الذكر، وحينما أقدم ما تسمى بلجنة الأسرى والمعتقلين بقيادة أبو هلال عبد القادر المرتضى بإجراء صفقة مع حزب الإصلاح مع أطراف أخرى لإخراج المتهمين الجنائيين في حادث في تفجير دار الرئاسة. طبعا هذه أمور لن تسقط بالتقادم، ولن يستطيع أي حد أن يتجاوز حق الآخرين وحق أولياء الدم وحق المشوهين الذين يعانوا إلى اليوم من ويلات هذا العمل الشنيع الدموي الذي أمكن أن نصب عليه كل النعوت السيئة. الأستاذة فائقة سيد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، كنت ضيفتي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.